نتواصل بالمحبة نتواصل الحكي بيضل وبنعطيك الخلاصة يابا وبنعطيك الخلاصة الو يا حبيبي بعرف انت بس مفتاح شو اسمه مفتاح البيت المكتب مفتاح المكتب بالسياره معك حلو وشنطه الاخ اياد عنده امتحان بكره ولما روح نسي شنطته بسيارتك انت وانت ما شيكت على السياره وموبايل ماما اللي قعدته لجانا كمان الثاني عشان تتواصل معاها كمان بالسيارة وحضر جنابك بسلم السيارة للشركة عشان تعمل صيانة بدها 3 أيام صح؟ شو مشان هذا وليد؟ بعدين كم مرة حكينا ليل نهار عم نحكي نفس الحكي بنعيد وبنزيد الحرص انتبه شيك وما بدك ياني عصب طول بالك حاجم سحب دقني زلمة أقسم بالله ماني عارف آخرة هالقصة هاي مو كاملة يلا هلا عندي ضيوف هلا بعدين بنحكي عندي ضيوف هلا يلا باي باي الله معك السلام قولي قولي خير حيا الله الشباب اخذونا يا اخوان هذا مين؟ مين يا وليد خير شو معنا؟ وليد لعبته صغيرة هاي حسب ما فهمت انه اخذ سيارة وفيها كتير شغلات مهمة بدي اودي سيارته وعملها تشيك بالوكالة والصيانة تمام عرف كيف؟ فا خلاص سلم السيارة وترك المفتاح وفل يا حلو يلا الله المستعان حق فيها شنطة اياد كما فهمت منك صح؟ ايه فيها شنطة المدرسة ما هو مرات بيجيب اياد وجاب المدرسة فيها شنطة المدرسة وفيها مفتاح المكتب كمان كان ماخذه مني بده يجيب شوية اغراض وموبايل ماما الثاني اللي بتعطيه لجنى يعني هذا اللي بنعرفه احنا الله اعلم كمان يمكن شو اسمه مرة يا زلمة نسي بطيخة قعدت فيه شهر تقريبا بالسيارة؟ بالسيارة بس هلا لما طلعت تقريبا هلا عبارة عن شو اسمه مزرعة بطيخ يا سلام حلو والله طيب يلا الفائدة سبحان الله رب ضارت النافعة يعني حتى جينا نغير نحط شوية معطرات نغير ريحان ونحروه أحسن لكم والله لكثرة كثرة مشاغله أكيد لأنه بصور ويشتغل كذا بس برضه لابد من الحصة طبعا هلا شو بيعمل هلا؟ لابد تخيل شو بيعمل؟ عشان أنا زلمة طيب ومسكين بروح بجيب له هيك شوية فواكه ولا شوية حلو كذا بابا كيفك شو أخبارك تفضل حاك علي تفضل وبنسى أنا خلاص الرشوة مش رشوة يعني رشوة يعني التهاد والتحابو أي ها شوف كيف هي الطاقة الإيجابية في التعاطي أخي أنا وشوف كيف السلبية أحب أخذ أمور واضحة بشكل واضح عرنمونا زمان في الـ NLP في الفيلم وين هاي؟ البرمجة اللغوية العصبية CNN علمونا شيء اسمه أنت ما تفكر فيه يا عين انا صراحه اختصاصي رشوه دكتوره اسمها سحر الله يسهل عليها طبيبه اسنان كانت هي تعطينا المدوره فبتحكي لنا انت ما تفكروا فيه يا عين والله طبعا عرفت كيف فانت اليوم بتعكس هذا اللي انت في دماغك يعني فهمت شلون يجب ان تكون ايجابي اعطيك مثال على الايجابيه بعدين بحكي بقصه الحرص الايجابيه ما بتيجي توقف السياره صح طيب اذا انت زي قياسا على ان انا عند حسني انا عند ظني عبدي بي فليضل بي ماشي مش هيك ربي بيحكوا في هذا الكرسي نعم اذا انت عندك يقين انه ربنا عز وجل راح ييسر لك مكان توقف فيه وعندك يقين عجبا لامر المؤمن ان امره له كله خير نعم اوكي وراح تلاقي المكان الرائع المهم اللي مش اللي بدك اياه انت اللي ربنا رايد لك اياه الله كن ما تتأفف ما تتضايق يعني معنى إذا كان المكان قريب هون فربنا عز وجل يخفف عنك إنك تمشي مشوار بعيد سبحان الله وإذا كان المكان بعيد
هو صح انك تبذل شويه جهد، بس ربنا بده يحميك من حادث محكم او حتمي راح يكون في هذا المكان. تحصل صحيح صح ولا لا؟ ممكن توقف السياره على باب المحل بالضبط 100% وتطلع لا سمح الله تلاقي شيء ما متاذي. هذا تفكير ايجابي جميل جدا. وحسن نعم انا ترى هذه قناعات بالله. هذه سبحان قناعات الله. حتى يقال انه الانسان بصير تفكيره يستجر الاشياء اللي هو متوقعها 100%. يعني واحد متوقع الفشل تفكيره هو راح يستجر الفشل، راح خلص يصير متقلق جوا دائره راح توصله للفشل. صحيح. سبحان الله اللي متوقع النجاح او متفائل بالنجاح راح تلاقيه خلص راح يخلق طريقه لو فيش اي امكانيات راح يوصل للي هو بده 100%. سبحان الله. هذا جزء انا بعتبره ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم. مش فقط غيروا سلوكيا، حتى بطريقه التفكير وبرمجه العقل. لذلك حتى اليوم لما يجي يقول مثلا وليد او عصومي او كذا او حدا، انت برمج حالك اليوم، درب حالك انه عندي دائما ابجديات معينه يوميا انا في الحرص مثلا على فرض بدي افترض، والاخذ بالاسباب يعصب عصبي حرام نعس وبلش يموت يبدو هاي احدى ابجدياته عنده. سرحان عم فكر شغله مهمه. سرحان عبد الرحيم عبد اللطيف البصير. عبد البصير صح عصوم معنا نعسيت بابا اكيد خايف اليوم. لا ما هو انا عنده قصص كمان، كل عندنا قصص، كل ابن ادم خطاء، لكن احنا نحكي الحرص يا اخوان. كيف الواحد يكون حرص؟ المسلم يقول كيس فطن وليس كيف قطن. قطن اليوم انت بتحرص. يعني انا اليوم بدي اسافر، شو ابجديات السفر عندي؟ جواز سفري، المحفظه اللي فيها مثلا اذا كان فيها الاي تي ام الصراف تيكت. او غيره تيكت تكون التيكت او الحجز، هذول اهم ابجديات. مصاري العمله شو اسمها؟ بقول لك يعني الفلوس او المحفظه وما تشمل. نعم. هذول اذا هذول متوفرين معي كل ما دون ذلك بيهون. صحيح. بمعنى اذا اليوم الشنطه نسيتها تيجي اوصل لمكان بشتري ثياب، اذا كان شيء بحبه اكله معي واشرب بجيبه معي بلاقي هناك. يعني اي بس الجواز ما في نسخه ثانيه اروح والله اجيب جواز ثاني بالطريق. التيكت مو حاجز او مو مؤكد الحجز راحت عليك. المحفظه اللي فيها الليسن مثلا الرخصه الهويه كذا رخصه السواقه. صحيح. هدول اذا عندي انا بالسفر دائما عندي هاي الاشياء، عارف كيف؟ ثلاث اشياء بضيف عليهم مفتاح السياره اذا كان بدي اخذها معي اصفها بالمطار او غيره. جميل جميل. ابا تفضل حجي لك. بس ان شاء الله يكون مقاطعتك ترك ساعه انها ايجابيه. ان شاء الله يا رب. بدي اقول لك انه مره في حدا، علي صوت، بدي اقول لك انه مره جاد يمكن جاد يمكن جاد هلا اتذكرت ايش لازم اقول. يمكن مره ما بتذكر متى صار هذا الاشي، بس لما كنا رايحين على المدرسه جد ترك نظارته في البيت ونسيها. النسيان عادي، بس المهم انه يعني ما نسيها، تركها تركها لبسته التهم. اي نعم. ونص الطريق وليد هيك طبعا شو حكى وليد مش حابه طبعا. لا صح اتذكر انا مره نسي نظارته مثلا يا جاد، نسيان عادي طبيعي، بس لازم جاد يدرب حاله كل يوم بدي اطلع المدرسه بيكون معي شد. هلا تروح كسر الباب دير باكر. هلا والله بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو شو مشكله عشان مثل هلا والله هيك بسامحك وبعفو عنك. اي ما قلت لكم شو قلت لكم شوي طبعا من باب شوف انا شو غيرت علي شغلتي. لا هذا حسن الظن، انا شوف غيرت حالي هلا، هذا من باب تهادوا تحابوا. ايوه انا بدك تخرب. انا ما بدي بالعكس خلي احط الظن. شو طيب تمام السؤال اللي بيطرح نفسه. نعم كيف لازم انا حابب اعرف السؤال كيف بيطرح نفسه. تفضل ابو خالد عنده شيء خليه يحكي. تفضل احكي يا اخي. شوف سؤال بيطرح نفسه. نعم تعال هون بابا ماما قرب على المايك واحكي لنا قصتك. مره حياك. مره بالمدرسه انت جريت الجرافات. نعم جرافات جمع جراف زرافه. دورت ودورت ما لقيت. الحمد لله هذا جاي واضح انه حرص سلبي. وكنت خايف منك انت وماما. انا لقيتهم انا ولا ضاعوا؟ لقيتهم. كان راجع بجو بعيط ذبحوهم. فكر انه الجرافات اللي شريت اليوم انت ضيعهم بالمدرسه. بس طيب. مو ضيعهم مخبيين بالشنطه بس تحت. ايوه رجع البيت وقاعد يعيط وماما نسيتهم. والله مو اسف وما كان قصده ومش عارف شو. ما انا عادي بقدر. يعني انت اشتريتهم كمان مره و... لا مره واحده ما بعرف القصه انا. بس هو خايف ما بخايف انه يعني ينزف او شيء. عرفت كيف؟ لا ابو شريف هون تعال قصده هيك. هيك صح؟ ابو شريف قصدي هيك. انا يكون نروح لك بابا خلينا. متكئ خلاص. خلينا انا عندي صراحه يعني سؤال. هلا وليد غلط انه اخذ سياره وترك الاغراض فيها. بس اياد ليش ترك شنطه المدرسه في السياره؟ هو اثنيناتهم وجهان لعمره واحده. ها
وين تبع اياد؟ اياد ملك، ملك نسيان الاشياء الاهمال. عرفت كيف؟ صراحة بنحكي لا تزعم الصراحة، الصراحة والراحة والراحة بكفي انك ملك يعني خذها حلقوم صح؟ انت بصراحة يا اخي اياد تنزل من السيارة عندك، عرفت كيف؟ بلاقي وراك علم رصاص ما شاء الله، نص سندويشة حبيبي، علبة عصير مستخدمة ثلاث ارباعها، عرفت كيف؟ فردة فردة شوز ما شاء الله يا بوت رياضة شوز شو بنزل حجل؟ بقول لك يعني ما بتعرف كل مرة يصير. فأنا لدرجة إنه أنا صار عندي برمجة إنه مستحيل إنه ينزل إياد من السيارة ما لاقي وراي شيء. يا سلام، حتى مستعد أروح أجيب إشي أربيح أقولها من إياد. حج يعني شوف إحنا وليد، وين وليد؟ يعني وليد إحنا بنشوف مرات في الأخ وليد في كليباته ما في ثغرات، وما بقول عرفت ولكن الظاهر في الحياه اليوميه بيكون مشغول ومعجوق. لا هو ما في ثغرات، هو في مصيبات يعني لولا انه الحج بدقي عليه مرتين ثلاثه بتلاقي نزل الكلب بس مصائب. يا سيدي مصائب، عفوا مصائب. سيدي اصلا وليد يعتبر ملك، كمان ملك برضو، او يعتبر خلينا نقول يعني يعتبر انه اي بابا، يعتبر انه شيء كثير كلاس، شيء كثير راقي مقارنه مع شاب صديقي اسمه براء العويد. براء العويد يا رجل مره طلعت معه بسيارته بدون ذكر اسماء. يعني انا بتخيل انه لو ايه عارف شو بحكي. لا والله ما عارف، بس انه نسبه الغبره يعني هو الطوز طلع بياخذوه قياس الطوز بجوا سيارته، عرفت كيف؟ يعني هي ما دخل، شو دخل بعدين اسمع، لما بتيجي تنفخ على الغبره بالعاده تنفخ بتروح الغبره، هاي هيك بتزيد بتعبي يعني كيف بتلف، سيارات صغيره بتلف مش هي مصار. ايوه بالضبط. لا بدك افتح شبابيك يا اخي عشان اطلع على شفت كيف مسكرهم بدون ذكر اسماء، ما بحكيش عن حركات براء. كم الف مره حكيت له هاي سلك هاي قدامكم وعلى الهواء مباشره، كيف عديتهم بره؟ عندك بسيارتك المنفاخ اللي بتوصله بالبطاريه بصراحه، واللي بكذب تعرف انا بودي صح؟ لا ما عندك. ما عندي انا من السنه الماضيه، من السنة الماضية يوم طق بيشر هني. أيوة عارف كيف؟ قلت له لحظة غدو. أيوة قلت له راح أهديك أنا بهذا. أيوة جنة. الله أكبر. بس لحظة اللحظة بستنى مني لحظة مني الإهداء، بس ما سأل بالموضوع. هو ما يقول لي مثلا وينك يا أبو الوليد؟ مو حلو، أنا ما بحب الأسلوب. مو حلو وعد الحردين وكذا وإلى آخره. مو حلو الأسلوب هذا، إنه والله شو ضار المنفاخ؟ صدقني إذا أعطيته المنفاخ يعطي لجوز أخته. لا ما نعطيه. يمكن يهديه. تحتهم كهربجي، شو تخني؟ بين عاصم. تحتهم كهربجي تحت بيتهم. والله. وعند المشغل بعض الوقت كهربجي. حلو برضو التحالف تحبه. هسا السؤال الذي يطرح نفسه حد. لحظة. متى يكون؟ متى بيكون البني آدم؟ يعني في مرات الواحد بنسى. عادي. بس متى بصير اسمه إيش؟ متى بصير اسمه مستهتر أو مهمل أو مش مركز؟ هي برمجة. أنا قناعتي والله جد والله قناعتي برمجة مش خوف. يعني يا جاد خاف انه اتبهدل وكذا وصار، ما مش مطلوب الخوف، مطلوب انت الخوف من النتائج مش الخوف من الشخص. طبعا اليوم لما تعمل شغله مثل هيك، هذا الشاب سقط من الامتحان لانه كنت موجودين مثلا سقط المكتب على فرض اذا كان عندنا ضيف جاي ولا شيء بيعمل صفقه شيء معنا هيك يعني 5 دنانير 10 دنانير راحت صفقه، الموبايل ممكن يسرق حدا من اللي بيشتغلوا بنظفه كذا على فرض، صح ولا لا؟ صحيح. يعني قصص طويله عريضه، هذا اذا ما كان في تارك اشياء يعني قابل للخراب اطعمه او غيره، فهي بمجرد تشك، هي مجرد تدريب تعويض النفس، عارف كيف؟ على انه انا اليوم بشيك على كل شيء صح ولا لا يا جنى، يعني بفوت انا في ناس تكتب يا رجل مش تكتب ممكن اكبر يا زلمه، في ناس بفوتوا على بتفوت لما بيروح من الدوام وين سواء كان مدرسه او جامعه او وظيفه، عارف كيف؟ لعبته صغيره تلاقي البنطلون بشمال شرق، التيشيرت عند الجيران، الشوز كل فرد مكان، لا انا كلهم مكان واحد بس ترميهم صح؟ ترميهم بس مكان واحد، يعني في حاله بقول يعني انا اي لاف فوضى، عارف كيف؟ هيك اي لاف فوضى ما له هذا بسم الله الرحمن الرحيم قولوا ربي فلق شايف؟ بحط ايدي اغطي بابا اي لاف ميسي مثلا اي لاف ميسينج مثلا شو يعني ميسي والله انا 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 ميسينج نسيان يعني ميسينج ايش ميسينج مس فوضى اهمال صح ام اي ام اي اس ام اي اس اس شايف هلا انا امي دائما تدخل على غرفتي بتقول لي انت كيف بتقدر تعيش هيك
كيف انت كيف مرتاح نفسيا؟ المفروض ما تشتغل يعني انا بكون بالضبط وطم كركبه وتياب وهيك، كيف عادة تشتغل؟ تشتغل مثلا شغله فاتح لابتوب تشتغل، كيف قدران تشتغل ولا ما عادي؟ هسه جادو اياد مره في لهم اغنيه بتذكر لبسوا البجامه وطلعوا بالضبط المدرسه جادو اياد المدرسه على البيت ايوه يما بيجتمعوا بروقلوا السكيت كلكم حتندنوا هيك يا غنوها يا هذاك عزوز اسمه قتال يا ابن بالخالو غسان اسمع حتى انه هالشيء فهي انا قصدي انه الاهمال الاهمال هذا كركبي ترى هاي اعطوها مايك لجنى اعطوها عشان تحكي شو بيستفزك كركبي تدخل على هالمكان وتلاقيه مثل كل شيء حلو في الموضوع انه في ناس بيجوا يرتبوا المكان بتقول يا ريت ما رتبوا لانه بعديها اقول له وين شاحن الموبايل؟ شايف خزانه الثياب ما بعرف ايوه بالضبط جاكيت جوج بجيب جاكيت انا هو مدخل كل شيء ما يضل مكان الجاكيت على الغساله والحرق عرفت؟ هو جزام بال مثل ما قصت اللي بيجي ياخذ الثياب يوديهم على الغسيل سواء الام او الشغاله او الشاب او كذا الهوية مع الاي تي ام مع الفلوس موضوع الحرص موضوع الحرص هذا ضايقتني فيه بصراحه ذكرتني بحادث اليم ايش حادث اليم قول لي مره في مره من المرات كنت ايش ماخذ مبلغ من المال مبلغ مش متذكر سارق يعني شغل 1500 هيك شيء يعني مبلغ منيح كويس دينار حطيتهم في جيبه قميص ها اسمعوا القصه اسمعوا عادة سيئه كانت عندي حطيتهم في جيبه قميص وسكرت الجيبه هسه الوضع الطبيعي الانسان بيحط الفلوس يا اما في بنك يا اما في خزانه يا اما في مكان يعني خبيهم انت بالنسبه لك كان جيبه قميص هي امن مكان مبلغ حطيتهم في جيبه القميص شلحته علقته في البيت وطلعت مشوار هسه كالعاده اجوا الجماعه اللي في البيت لموا هالغسيل على الغساله غسلوا ال 1500 دينار اصبر وانا بروح هسه اتصلت الو نسيت فلوس في جيبه القميص بس شيلوهن يعني ولا بحكوا لي اي قميص الفلاني انغسل طبعا انا هون كان في مخ بس هو يعني قميص المشكله 1500 المفروض يكون طالع ما بعرف كيف وصلت باب البيت طبعا انا من بعيد شايف بيتنا شايفه في الاردن شايف البيت ماشي بالسيارة شفت القميص شفت القميص معلق على الحبل بالشارع يعني بينه وبين الشارع أوف. ما في شيء والفلوس طبعا انا ايش بحكي لك طبعا السبب لو ضاعوا او انسرق القميص زي ما هو لانه مغسول ومبين انه صح لو انسرق او ضاع او طار او 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 او, أو كان السبب مين منك انت المفروض انه الانسان يرتب اموره بسبب الاهمال يا ابو ابو شريف والحكي للجميع ولد هون بسبب الاهمال يا اخوان ولد هون ضاعت اشياء بلاوي عند الناس اقسم بالله صحيح جوازات سفر نسوها الناس احنا امبارح كنا في البر في لنا صديق جاء على البر وجاي اخته من امريكا تزور تركت الشنطه تبعتها الجزدان والساعه 1 2 بالليل المره بتقول هذه الجزدان مين افتح جواز امريكي طلع ايه عادي ولا كانه في شيء عادي كيرا سكيرلس هيك هذا كيرلس ترى بيخرب بيوت مرات صح بالمصاري بحقوق الناس صح. باشياء كثير ترى استفزاز كله الناس. ايوه كله بسبب الاهمال طب جانا شو صار معها كيف يعني اسالها اسال معها تعرف شكله وليد عندك ايش قلنا بالمدرسه صارت شكلك مراقبها شوف كانت بتتصل على البابا وهي بتعيط بايش لا يعني الاهمال شيء اهمال يعني شيء يعني فكري بقصه بالاهمال هلا ردا على ابو شريف تحكي شيء هلا ولا بتفكري جاهزه مره كنت بلعب السلام شايل اسمع لا والله مرة كنت بلعب تحت كان معي علبة سماعات يعني ونسيتها تحت شو يعني علبة سماعات قصدك الايربودز طيب نسيتها تحت وتركتها عادي ولا هم طلعت فوق نسيتها تحت وراحت ضاعت العلبة اللي فيها كل شيء فيها سماعات معها هل لسه مزبوط اخي ايه ايه بصير عندها للاسف حرام عليك هديني اياهم طب مكانهم وبعرف كمان ايش عنها احكي احكي يلا ايوه بالاوتيلات على المايك على المايك بليز بالاوتيلات بالاوتيلات بتضيع علبه الايربودز والحبات السماعات مالتيزرز على المايك لو سمحت عند التخت عند التخت اوكي بسيط والتخت كله ابيض
ما بين هو بتعرف انه انا لما اروح على الاوتيلات فعلا اني انا بشتغل مدير فندق باك يعني اوفر تايم. هو دائما لازم بعد لازم لما نيجي نعمل تشيك اوت كل التفاصيل افتح الجوارير مره ثانيه. انا هيك يعني قبل هيك نسيت موبايل تعرف بقول لك كثير كثير صار لما رحت مره على الاردن حفله بالاردن نسيت كان معي موبايلين تركت موبايل بالخزنه طلعت نسيت رجعت على الكويت وتذكرتني في كان معي موبايل ثاني لهلا ما بعرف عنه شيء لهلا ايفون اي والله ليه ما رجعتهم ما ولا عرفت بعد ما تذكرتني اصلا لما فقدته انا ناسي اني فقدته يمكن بعد 6 شهور لحتى تذكرتني انا في موبايل الثاني وين اخذته وين كذا تذكرت فقلت مستحيل يكون موجود تمام انا مره تركت بالفندق 300 دولار تقريبا تركتهم نفس الشيء بالخزنه ونسيتهم وراح وراحوا برضه يعني اكثر شيء تركته شبشب ما شاء الله عليك يعني هو 300 دولار تقريبا انا شبشب شفتوا يعني الاهمال يا جماعه الخير الاهمال مؤداه خساره الملايين والله العظيم وفي اشياء لو قليل من الحرص على فكره والحرص هذا إشي بس بابا لما يكون انت رفعت ايدك انا فهمت انه بدك تحكي بس يخلص الوقت الحلقه البث شايف الاهمال مقابله الحرص ماشي الحرص انا في تصوري هو عباره عن اجراء يومي بسيط يصبح سلوك عندك صح بس انا بحرص اني اصحى على الجامعه شو بدي اعمل بدي اشغل منبه على قبل بكذا بعرف الطريق تاخذ ربع ساعه بدي احط حساب نص ساعه على فرض هذا شكل باشكال حرص اما اقول والله انا بصحى على التسهيل راحت المحاضره الاولى الثانيه الثالثه اخر فصل شو النتيجه سقط خسرت فلوس حملت مواد فصلت من الجامعه بلا 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 فاللي هي هيك بصير ديدن حياه انت عندك اليوم طب انت ما دامك حريص لما انك تعمل كلوز للسياره او نعم. لوك تتذكره اكثر مره عشان تذكر صح ولا لا لانه كثير اوقات بنساها هذا اذا انت دربت حالك على انك تعرف شو اسمه اذا بدو على الصف على الفيديو هذا تفضل اعطوه مايك اذا اشي بس مهم اتمنى عم تقطع الحديث اللي ما بيصير في الشعر بيقول الاهمال هو فوضى لا يتم حلها شاعر هذا بحكي شاعر اياد مثل حكمة احسن زفونا ايادو شكرا على المثل الحكمة والشعر لمين الشاعر؟ شاعر اياد مقداد طب على فكرة انا شفت ضيافة والله ما جنى ضيفينا بابا ضيفينا جنى بالمناسبة في صحون وملاعق فاحنا يعني بندر نشو بنحكي انا في اجابة على سؤال لابو شريف شي سأل انه ايمت بيكون واحد فعلا مهمل انه الانسان بينسى صح؟ لكن متى بيكون مهمل فعلا؟ لما بينسى شغله مره ومرتين وثلاثه وأربعة 100% مثلا في شغلات احيانا عدم الحرص لما تدخل على المسجد تقولك لوحه الادى اغلق الهاتف صح لما كل مره انسى الله اكبر ترررر. طب يا اخي مره واحد بينسى بس بعدين خلاص سويتش اوف بخليه انا بخليه بجيبتي يعني بطفيه احيانا او ما باخذه معي اصلا اروح اجي الا اذا كنت برا يعني بس لما اروح المسجد بخليه بالبيت ليش اخذه خلي بابا كل حدا بيحطه اطعم يعني خلص لازم موبايله يرن كل مره يا صح. اخي خلص مصلين ترى راح الخشوع وراح التركيز وخاصة إذا صح. في ناس ما بيعرفوا ها بيعبرون عبرون بالأخير بعد الركعة الثانية هذا موبايلي ما أنا نفهم شو اسمه في واحد صاحبنا اسمه وليد تمام وليد بيكون محاضرته على 10 الصبح تمام بيحط منبه على الساعة 7 بلش يرن من الساعة 7 كل دقيقتين بحطه من 7 للعشرة يمكن 50-60 مرة المنبه مشكلة مين بصحى أنا بصحيه وبرجع هذا نفسه اللي بيخدات صاحبنا اللي يعرفه هو نفسه أحيانا أوكي يعني لا هو فعليا زي ما حكيت المشكلة بلاوي التي تتبع الإهمال هل يا ترى هذا عيش السرايا صح وليد؟ هسه الحج كيف حياكل انت؟ يسلم وليكم انا اول شيء بدي ادوهم احنا مركزين معك حج بالكلام تفضل احكي لا احنا مركزين السؤال نغني قولي لي سؤال ايه كيف هاي؟ عيش السرايا ايوه ايوه الله عيش السرايا كان واحدة ولا واحدة كان واحدة ثانية دوا هاي بعد ما كان في هذا بيدك لا 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 في أطر في أطر حدا بده أطر لازم زيادة لازم حج حدا بده أطر زيادة يا شباب عيش السرايا عليها بس ضع القطرة على عيش السرايا الله طيب صح وليد دائما علمنا على عودنا على مفاجآته الجميلة يا أبو خالد ضع القطرة
خلص تغاضى حجي تغاضى لا سامحته انا احنا بنقول له عيش السرايا ومعلم على الحلويات قلب شايف كيف الله يا ابو البر اسلم نعم حلويات نعم ايش عفوا نعم مين بده هلا بيجي روح على المطبخ اللي ولد عفيف ابو البر طبعا نعم نعم صحيح ما هي رشوه روح عفوا اجتهاد وتحب لا 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 اوكي اوكي براحتك ماشي طبعا انا بدي ادوقها خطيره يا جنى اخوي خطيره اخوي انت عم تعبر شو جبل لا خليك لانه صار ريكور صغيره مين بده يا ما حبيتوها؟ لا انا ما بدي ادوق ترى بس هلا بعطيك بابا يلا هلا تعال تعال بسالي لك ابو يوم شريف مستحيل لساتها صغيره ما استنى دخل الجنه من وين جبت هالاقوال هاي انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم المهلبيه تحت بسكوت اتوقع انه يقصد فيها يعني موضوع تقال في مقال اخر مين بده؟ لا انا عندي لسه صديق عمي لانه المكان هلا مبين كاني هلا مين بده؟ اعطيني صحنك اعطيني صحنك اعطيني صحنك اعطيني هاي ولو انا مسؤول لهاي الاشياء نعم هاي الحلويات عادي من هناك بس وليد هو ممنوع لازم ممنوع عادي خلص لازم نعرف وين جابها وندور وين هويتك وين هويتك الله هويتك وين زياد زياد مليان مليان بلاش اكل هبه راح يبعثي لي هسه ولا كحلوت ما بقدرش كبيره هيك ما بقدر شو عليه بحط واحد هيك وانا باكل نصها هيك هيك صح هيك يا صدنا شوف فيها عرفه تحت لا لا خفيف شوف الله عليك الله 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 كبير طيبة طيبة صراحة والله هاي بدها شعر بدها قصيدة ألا فإحنا نتمنى يا شباب إنه الناس تهتم أكثر وتحرص أكثر تحرص إنما الخلق بالتخلق صحيح أبو البير في مليان فني عصوم ما بدك تحلت كثير فاليوم انت اذا حرصت على انك تغير في نمط حياتك واسلوب حياتك نعم فانت قادر انك تعمل شيء اسلام عليك ابو خالد صحتين صحه حبدوها خطيره ابو خالد خطيره جميله بعرف حياتي يا حاضر يا حاج بس تعال اسمه فضيحه الحلقه الثانيه تمام اليوم وخاصه زي ما تفضلت انت عارف انه إذا عملت هذا الإشي النتيجة راح تكون سلبية ليش بصير بدك تكرره مرة مرتين وخمسة هاي بعقدك ما بتحاول تغير أبدا من نفسك بدك تترك الأمور هيك لحالك في ناس لسه أمورهم أعمق من هيك يعني في ناس دائما بيطلع على المطار صح. جوازه في البيت في ناس مثلا بنزل من الطيارة جوازه في الطيارة في ناس على سبيل المثال يعني هاي الأمور في أمور حساسة ما فيها مجال يا رجل بيطلع بالسيارة مشوار مش شايل الليسن طب ليش أنا صديقنا إلنا اسمه إبراهيم عتيلي بدون ذكر أسماء مرة كان أنا بإسطنبول نعم بدي روح زيارة على عمان فكان عندنا مشاكل بالبيت مورطنا وهو قاعد مش مشكلة بس كمان إبراهيم تركي عتيلي عتيلي هو عرفته إبراهيم عرفت كيف طيب طلع الشاب بده يسافر الصبح طلع الشاب من اجى صديقي صديق لنا صديق ابو حسين مصعب نعم وصل على المطار انا على حركه البيت حركه ركبته الصبح عشان بدي اعمل حاله انه بدوش يزعجنا بس كسر الدنيا كلها صح انا فصحيت انا يلا برهوم شرفتنا نورتنا لا تعيدها اهلا وسهلا ودير بالك وكذا وبالسلامه وراح حلو واذ رجعت انا بدي اريح خلص بدي انام فالمدام بتقول لي ابراهيم عطي لي جوازه معه ولا مع جوازات الشباب لانه كان هم طالعين رحله شبابيه هو عصومي ووليد ومجموعه شباب فمجمعين جوازاتهم كلهم عند عصومي يا سلام عند وليد انت كبير يعني انا لانه عصومي ولد صغير لسه بيلعب باللعب في الحاره هيك عند وليد فامورهم طيبه بيحب السياره على السياره فراح يا معلم شوفي بالله الجوازات الا الجواز ايه عطيني هون يا سلام يا سلام ما هو في ثلاث مطارات صبيحه واسطنبول وابو الوليد لا تلي صبيحه حضر الجلاب وتاسي اذبحوا الاخ مرهوم هذا حريص زلم معروف لعبه الحرص هاي اسمه اصلا كان ابراهيم عطيني حريص الحريص حلو ايش مرينا على التليفون فيش عنده نت حلو
حلو. ولا عنده رقم تليفون اصلا. طب ابو حسين؟ ابو حسين ما له علاقه، هذاك صاحب ابو حسين. صاحب ابو حسين معنا رقمه. وصاحب حسين معناش رقمه. يا سلام. حلو كثير. اتذكرت على انه ابو حسين حكى لي انه صاحبه اللي راح يعني احد اصغى اسمه اكس. اسمه اكس؟ اكس من الناس يعني رمز. ها ها. فلان فلان. اسمه مصطفى يا معلم. صاحبك كمان. عرفته. جوزك اسمه مصطفى. طب هلا انا مصطفى بعرف انه صار له يعني سنتين باسطنبول، طبعا انا لما اتصل معه وين ما عنديش رقمه انا. رحت قلت يا ولد جرب، ها هذاك ابو الصيف شكله. ماشي؟ جرب يا ولد. ايش هات تليفون ماما كان نسيها هون. قلت يا ولد انا عندي رقم ايام زمان ايام السعوديه. نعم. بس معقول يعني زلمه خلص هلا يعني بيستخدمه؟ مستحيل مستحيل. فتحت على الموبايل اكس 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 لا لا اكس 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 طلع في كثير اكسات. ها حاطط يا معلم صورته كمان. قلت معقول الهندي اللي اخذ الرقم القديم لساته حافظ. حاطط صورته. ما استخدم واتساب لهلا؟ مستحيل بده يكون شغال واتساب. قلت يا ولد دق له خلينا نجرب. يمكن تنوي حاط هندي. بحكي هندي. كايسا هيتيجا نهينا هي. المهم وإز رن اللي أبو الصيف برد. كويس رد منيح بعد ما برد. وكان واصل يا معلم نص الطريق بدون ذكر تفاصيل يعني. بسم الله. صحة صحة صح. طيب حسيته كأنه أبو الصيف عندك مرهوم. قال لي آه موجود. قلت بس لأنه جوازه معنا. اوكي طيب. ولف ورجع اخذ جوازه. يا حرام. لا قد ما هو اموره طيبه كانت رح تروح عليه الطياره ورجع على طريق بعيده. طبعا كانت حتروح. وين كان واصل بالله ما شو اسمه؟ نص الطريق. يا حرام. بنزينات مين دفعهم؟ ابو حسين. لانه البنزين غالي بصراحه تركيا. سبحان الله. طيب فهذا حتى لو مثال اخر. نعم هات لشوف الامثله. لا هو هذا حكى مثال اخر. هو هذا اللي حكاه. مثال اوكي. ولد هون بدناش نطول عليكم. فاهم يعني هي زي ما حكيت انا الله المستعان يا حاج. تدريب الله المستعان. الواحد يدرب حاله صدقني بتغير حياته. صح. طب حاج بس بالاذن انا لاني ناسي الجزدان والليسن كله في البيت عشان بدي اسوق بلاش يوقفونا الشرطه او شيء. يلا قول يا رب. حياك حياك ابو شريف والله شرفنا شرفنا يا سيدي. انا مو ناسي شيء. طيب انا مو ناسي. اقعد نشوفكم يا جماعه. خليك والله خليك والله والله خليك. الدنيا ليل بلاش يوقفنا حدا بالليل بدي اسوق وراي. بس وانت جاي المره الجايه جيب معك الميكروفون. لا تخلص جد جد. حيا ابو شريف وصل عمك للباب. خذوا معك يا ولد هذا الشيء. يا حي الله الشباب. حياك الله. كمل لي كمل لي على الحر. اعطيني قصص ثانيه جديده. انا الصبح قصص معلم الها لا عدا ولا حصر لها. جد؟ نحكي يعني الصبح كثير. لا لا قصدي والله انه كثير قصص عن اللامبالاه. شايف؟ بسميها لامبالاه انا وعدم حرص. شايف؟ بتأدي قاعد لانه في صدق. خلي معك بابا خلي معك سيدي على عدم الحرص. خلي معك على عدم الحرص. خلي معك على عدم الحرص. خلي معك المايك على عدم الحرص. على عدم الحرص. انا عندي كل شهر بودي مبلغ من المال كاش بحطه بالبنك للشركه. ايه. حوالي 15000 كويتي. حلو. مره اخذت 45000 دولار تقريبا. تقريبا و50 حتى. المهم كنت مره بالدور. هو انا بدي كنت بالدور التاسع. نزلت على الدور السابع بشوف واحد معي الرز على اساس اروح البنك. حطيتها على على حرف المكتب وطلعت. طلعت الدور التاسع ونسيت انه كان معي مصاري. اتصلوا فيه بعد كم ساعه. براء انت ناسي ظرف عنا؟ ظرف شو؟ ظرف كانه مليان مصاري. خلاص مستقبلك ضاع. نزلت على السابع لقيته يعني لولا انه اللي يعني بيعرفني وكل الدور بيعرف. لو عفوا لو واحد مر واخذ الظرف حطه ولا حدا سال لو توصيل مطاعم لو كذا. فهذا الاهمال يعني. صديق لنا ذكرتني فيه مع القصة هاي اللي فيها تحويشة عمره. بده يشتري فيها بيت. ما أخذ الفلوس كاش. أخذهم كاش حطهم بظرف أو شنطة وبالطريق نزل بده يصلي. طيب شكرا أوكي يعني هذا أمر طيب. حرصك على الصلاة. بس أنت اليوم خذ بالأسباب. خذ معك المصاري انزل فيه وحطهم قدامك كذا. خلاهم بالشنطة اللي تحت السيارة بالتابلو ونزل يصلي. حظه انه في حرامي هناك عم بفتش بالسيارات. شافها السيارة عليها مرتبة عليها لوحة غير لوحة البلد وكذا. قال لك يعني الا ما لاقي لي فيها اي شيء. موبايل نظارة مرتبة شغلة. افتح كسر طلع فيها مبلغ اكثر من 170 الف دولار. عرف كيف؟ بالله عليك. اي والله. وراح طار كل المبلغ ولا على الفاضي. ما شو يعني هلا هذا الحرامي اللي بالطريق وين قلت لي ما هذا قصه قديمه صار عمرها 15 سنه بس حتى لا في كبيرات ولا انت ليش تترك هالمبلغ هذا بهالسهوله هذا؟ انت اليوم اذا بتاخده
وبتطلع فيها على الجهه اللي بتدفع لها الفلوس المصاري، مثلا تدفع لصاحب العقار او للشركه او غيره بدون اي عوائق، بمزيد من الحرص او فهذا هذا انا ما بعتبره توكل، هذا تواكل ترى. تواكل طبعا عدم حرص. وقيس على ذلك من الاشياء اليوم انت بتبرمج حالك انه على في اشياء مقدر تقولها قدر الله عز وجل. نعم. عارف كيف يعني الاسباب وخلاص بالضبط. نعم. عارف كيف، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والحمد لله على هاي، يمكن راحت هاي القصه احسن ما كان راحت تروح واحد من كذا كذا. انا بتذكر قريب لي للامانه كمان. نعم. من ضمن الحرص قصص إلها أول ما عاش آخر بيطلع أولاده بالسيارة، عرفت؟ أنا إلي خال توفاه الله رحمة الله عليه، تعيش. كان لما يجي يطلع مشوار سفر زمان ونحن صغار بحكي من شي 40 سنة أكثر ما شاء الله، كنا يطلع مشوار على عمره مثلا أو شي بالسيارات، لما نطلع بالسيارة أبو محمود الصياب رحمة الله عليه، رحمة الله عليه الشيخ محمد، يعد العائلة كل واحد مرقم ورقم. يا سلام. يعني مثلا اياد مثلا كيف انها 1 2 3 4 5 فاصير اقول لهم مثلا عدوا تمموا يا شباب تمموا عدوا لي تمام. يا سلام. فمثلا ابنه فلان يقول 1 بنته تقول 2 3 4 5 يا ارقام يا باسمائهم اياد عصومي وليد جنى جاد كذا فلان. يا سلام. يتاكد ان الكل طلع من السيارة لانه يعني يا صارت قصص نسوا ناس ولادوا عند استراحة عند محطة بنزين. اي والله اي والله كثير كان صار قصص كثير كثير قصص. بذكر برضه قريب لإلي كان، لا هذا محمود رحمة الله عليه كان حريص، لا واحد آخر قريب لإلي كان في يوم من الأيام بيطلع أولاده بالسيارة ما بيشيك إنهم طلعوا سكروا، واحدة من البنات لسه على باب السيارة بيرجع لفرس بتعصب تموت. يا الله. بنت قرايبنا يعني عرفت كيف؟ مثلا بنت صغيرة عمرها كأنه 5 سنين أو 4 سنين على حكي من 10 سنين تقريبا ما شيك عليها انه طلعت وسكر الباب وتاكد 1 2 3 موجودين بالعائله. شوف الجزئيه هاي افقدته بنته. يا الله. وعرفت كيف هو دعسها هو قتلها يعني على باب بيته هو قتلها. الله يجزيني. هذا انا بسميه قله حرص، عرفت شلون؟ عدم اخذ بالاسباب. قصص ماساويه صارت هيك، حرائق بيوت، فلوس راح. طب ليه ما يبرمج الانسان المسلم نفسه على انه اعقل وتوكل باخذ بالاسباب. بدي اطلع الصبح على ما عندي محفظتي معي، مفاتيحي معي، اموري تمام، كذا 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 بشيك. عرفت شلون؟ بطلع بالسياره بحط حزام الامان، بشيك سياره فيها بنزين، العداد مرتفع الحراره او لا، اتس اوكي بلا 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 بلا. وما بعد ذلك هذا قدر الله. صحيح. سواء تكفير ذنوب وخطايا او سواء ابتلاء اختبار. صحيح. عرف كيف؟ او اي رساله معينه عن شيء معين ارتكبته انت، فربنا عز وجل ينبهك انتبه. ترى امبارح كنت شغال غيبه ونميمه واكل لحم الناس، انت اكلت حق الناس بالباطل، كذا 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 كذا، راحت عليك صلاه العشاء ما صليتها، نسيت كذا كذا، انتبه. صحيح. كل شيء اربطه بهذا تجد انه الحياه من اجمل ما يكون، تحصل على نفس مطمئنه بعد ذلك. الله يجزيك الخير يا رب. شرفتونا والله. لا لا مو رايح، بدي اروح الحمام شوي وارجع. هاي تاخذ الاسباب، راح تاخذ الاسباب. لا مزح معك. على ابو البر. على خير، قصدي اشوفكم على خير. الساعه المباركه بتشرفنا اي وقت والله، اهلا وسهلا. السلام عليكم اخوي. وصل عم مباراه على الباب، يلا. تواصل انت. يلا. تواصل انت. لا تاخذه معك عمو. لا باب الحرص ما بدي اخذه معي عشان. يا اهلا وسهلا فيكم، يا حي الله. الى اللقاء، سكر الباب منيح يا اياد. نتواصل بالمحبة، نتواصل على الخير الحكي بيضل، وبنعطيك الخلاصة يابا، وبنعطيك الخلاصة.
يا بدا بنمله لا نتعاد.